أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في الفقرة الثانية من برنامجكم آخر الأسبوع بروباجندا الأسبوع. قبل قانون الالتحاق الإلزامي بالمدارس كان بيتم تعليم الأبناء داخل المنزل، سواء من قبل الوالدين أو أولياء الأمور أو من خلال إن هم بيبدأوا ينتدبوا مدرس أو حد متعلم لتعليم أولادهم داخل المنزل. بعد كده مع تطور القوانين وظهور المدارس أصبح دخول الأطفال أو الأبناء المدارس هو أمر إلزامي وقانوني من قبل الدولة. ومع برضو مرور السنين والأيام ظهر شيء ثالث خالص، وهو ما يسمى بالتعليم المنزلي. طيب إيه هو التعليم المنزلي؟ والله هو التعليم المنزلي في بعض الدول قالت إن هو أمر قانوني، وهو خيار إذا كان أولياء الأمور بيحبوا إن هم أو يحبوا إن هم يدخلوا أولادهم المدرسة، أو يحبوا إن هم يعلموهم داخل المنزل، وفي النهاية الأبناء بيروحوا على الامتحانات وبياخدوا شهاداتهم طبيعية جدا، غير مختلفة عن أي شخص آخر راح المدرسة. بعض الدول اعتبرت ان ده خيار وان ده قانوني جدا، ومن حق الاباء ان هم يختاروا ده، زي الولايات المتحدة الامريكية. وبعض الدول قالت لا، احنا بنلزم كل الابناء وبنلزم اولياء الامور ان هم يودوا اولادهم المدرسه في الوقت او في الايام اللي احنا حددناها. في عام 2016 وصل عدد المتعلمين منزليا في الولايات المتحده الامريكيه 2.3 مليون متعلم داخل المنزل، لكن الامر كان نادر جدا في المنطقه او في الدول العربيه وخاصه مصر. كان يندر قوي ان احنا نشوف حد بيطبق هذا النظام يعني. لكن مع يعني تطور الوقت وانفتاح العالم على بعضه ورؤية بعض العرب أو المصريين تحديدا، الكثير من الغرب إن هم بينتهجوا هذا النهج، بدأوا كمان إن هم يطبقوه. بدأ كمان العلماء والخبراء في التعليم إن هم يضعوا قانون أو يضعوا نظم منهجية يمشي عليها الآباء داخل المنزل، ما يكونش الموضوع عشوائي بشكل كبير. حطوا ثلاث مناهج أو ثلاث نظم للتعليم المنزلي، منها منهج اسمه منهج الكل في واحد، والمنهج ده بيتم تدريس منهج المدرسة لكن داخل البيت طبيعي جدا. تاني منهج منهج التعليم الفطري، وهو منهج الطالب أو الطفل هو اللي بيختار الأشياء اللي هو عاوز يدرسها حسب مهاراته وحسب اهتماماته. آخر منهج وهو منهج التعليم الذاتي أو اللامدرسي، وهو إن الطالب بيختار المشروع اللي من خلاله هيقدر يدرس المنهج بتاعه، وبيكون هنا دور أولياء الأمور إن هم يبلوروا المواقف الحياتية أو المواقف في المنزل إن هي تخدم المنهج اللي اختاروا الأطفال. معانا عبر سكايبي أستاذة رنا الجزار، وهي من ضمن أولياء الأمور اللي قرروا إن هي هتبدأ مع أولادها بالتعليم المدرسي. أستاذة رنا، هي قررت إن أنا والله أنا شايفة إن ده مناسب ليا ومناسب لأولادي، فإحنا عاوزين نسألها إيه الدوافع يعني اللي خليتك أو اللي جعلتك تحبي التعليم المدرسي وخلاص تنتهجي وتقرري إن أنت هتعلمي أولادك تعليم مدرسي. هل الأمر مرتبط بكورونا وزيادة الاختلاط الأولاد في المدرسة ولا لا؟ صباح الخير يا أستاذة رنا. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير وصباح الخير لكل المتابعين. فكرة التعليم المنزلي حقيقي هو مش شيء عارض بسبب الكورونا او اللي حاصل الايام ديت، ربنا يا رب يشفي الجميع يا رب. التعليم المنزلي هي فكرة جات لي من عدة يعني عواقب انا مريت بيها في التعليم المدرسي، خلتني احس انه قولبة التعليم
يعني ان انا ان التعليم بي بي بيحول الناس، او التعليم المدرسي الى حد كبير بيحول الناس كلنا شبه بعض، في حين ان ده مش حقيقي، لان انا لا شبه حضرتك ولا حضرتك شبهي. وكمان اكتر ان الاطفال قدراتهم، كل مختلفة. الناس يعني قدراتهم متفاوتة تماما، يعني ما بين ما مثلا في حد ماهر جدا جدا في الاشياء اللي تتصنع بالايد، في اولاد ماهرة جدا في اللانجوج، في اولاد ماهرة اكتر في الساينس، في الماث اكتر منها في اللانجوج، فهو مش بيحب يقرأ، يعني بيحب مثلا يصنع، يبتكر، يجرب. الامر ده حقيقي انا عانيت منه في التعليم المدرسي، وخاصة ان بحس ان البنت بتسأل كتير قوي، طب دي ليه، طب دي ليه، ما كانش بيبقى عندنا وقت اصلا أسباب يعني ان احنا نناقش كل ده. فحسيت انه يعني مش ده يعني الهدف من التعليم. عايزه اوسع مداركها، وعايزه يعني ارد على كل اسئلتها، فجات لي فكره مظبوط. التعليم المنزلي من هذا الامر، ان انا حسيت انه لا، انا عايزه افصل تعليم خاص ببنتي، قائم على قدرات بنتي، يلائم قدرات بنتي، بيرد على اسئلتها، بينمي السكيلز اللي عندها، والتاني الحاجات التانية مهارات اللي مش قادرة تعملها، يبقى عندنا وقت ان احنا نقدر بدون ضغط نفسي عليها، بدون مثلا زي البنت مثلا مش بت مش مش يعني مش بتح يعني مش بتحب الحساب مثلا، يعني كلنا تقريبا عندنا هذه النقطة، فابقى عندي وقت في ان انا ابتكر ما يؤدي يناسبها يخليها يعني. تعلي مهارة الحساب، في نفس الوقت اعلي مهارات حب الاستطلاع، الاستكشاف، البحث، السلف ستادي، كل ده يعني ده خلاني اتوجه بشكل كبير قوي للتعليم المنزلي، واحساس انه مش بس تجارب بنتي الحياتيه تكون طالعه مختصة. فقط من التجارب اللي تتلقاها في المدرسه، غير ان هي تكون لا، التجارب الحياتيه اكتر بكتير بكتير قوي. بس فهو يعني ده شيء مختصر فقط طيب أستاذة رنا، للأسباب إيه اللي خلتني المنهج أتجه المتبع للتعليم بالنسبة المنزلي. لك في الدراسة المنزلية؟ والله المناهج اللي احنا بنتبعها هي أولا المناهج المدرسية، يعني مدارس المناهج الكل في المدرسية واحد دي يعني. لا غبار عليها ولا لازم نمشي عليها، لكن مظبوط. احنا بنحاول ان احنا نوجد يعني الحاج ناخد مثلا المنهج المدرسي ونحاول ان احنا نطوره بشكل كبير قوي، او مثلا الموضوع اللي بيتكلموا عنه او مطروح في الكتاب المدرسي او في السنة الدراسية اللي هي فيها دي، بناخده ونوسعه، يعني مثلا اذا في تجربة علمية فاحنا بنعملها بجد نجربها. ونشوفها ونبحث على جوجل ونناقش، طب افرض اذا في ريدنج والحاجات دي كلها بتبقى القراءة تنمية. او بيبقى عندنا متسع من الوقت ان احنا نمارس ما هو داخل المنهج بشكل متوسع يعني أكتر يعني. فعلا فعلا مفيد، واضاف ليهم مهارة حياتية، طيب واحب قولي ان لي انا بقى اكرر أستاذة رنا، تاني إزاي المهارات قدرتي الحياتية تقنعي خصوصا في العصر اللي احنا بنتك فيه ده اكتر بالتعليم بكتير، مهم اكتر المدرسي؟ بكتير من الشيء الاكاديمي البحت فقط. فالمناهج احنا منهج مدرسي زائد المنهج يعني اللي احنا بنفصله على الولد، زي مثلا عندنا كل أسبوع حاجة ميدانية بنعملها، كل أسبوع عندنا يعني مثلا نسيب سؤال وبعدين نجاوب عليه طول الأسبوع ونفكر ونبحث على الإنترنت، دي كلها أنشطة بتحاول بتخلي الطفل مهارته الحياتية واسعة ازاي بقى، كتير. قولي لي ازاي بقى قدرتي تقنعيها بده يعني كطفلة ازاي؟ والله النقطة دي سبحان الله، يعني ازاي اقنع، احنا مش بنقنع الاطفال بسهولة، وحقيقي مظبوط. هما كانوا في الاول احساسهم انه مش هنروح المدرسة، مش هنبقى زي صعب. صحابنا، طب مش ه... طب هنقعد في البيت، يعني مش هيبقى عندي صحاب. والله انا تغلبت عليها بمناقشة مخاوفها، يعني طب انت ايه اللي يخوفك تقعدي في البيت؟ يعني لا، انا حاسة ان مش هيبقى عندي صحاب، حاسه ان انا مش هبقى، يعني هنتناقش بقى في حاسه ان انا كده المخاوف نفسي يعني. اشيل الشنطه، نفسي اروح. قعدنا نتناقش في مخاوفها، نتناقش كتير قوي قوي، لحد ما احس يعني حاولت ابين لها من غير ما اقدم لها الامر كمجهول،
او هو كده. لا، مناقشة المخاوف مع الطفل جابت نتيجة كويسة جدا جدا. ومع الوقت لما جت جائحة الكورونا حست الناس كلها زي بعض وكده، فالامور يعني، وكمان فرق عشان راحت سنوات دراسية معينة، فحست بالفرق الكبير ما بين الدراسة في جو من الحرية والابداع وجو من شكرا شكرا أستاذة رنا، تجربة جديدة وتجربة جميلة برضو. يعني نتمنى إن شاء الله النجاح ليكي في التجربة، وإن يعني إن تكون هي تجربة ناجحة بالنسبة لك بإذن الله. أعزائي المشاهدين، الست المصرية دايما بتشوفها في كل الميادين، باختلاف بقى نوع العمل وباختلاف طبيعته. والدليل على كده أدلة كتير جدا بنشوفها في حياتنا العملية، بنشوفها في الشارع، وبنقابلها كمان كل يوم. التقرير اللي جاي معانا هو تقرير عدته لينا الزميلة آية خلف للسيدة حنان التي تعمل بمهنة البناء. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. الستات والله معانا على الهاتف آية، صانعة ومعدة هذا التقرير. صباح الخير يا آية. صباح الخير عليك يا أسماء وعلى كل المشاهدين. شكرا يا آية على التقرير الجميل وعلى يعني الصورة الجميلة اللي انتي طلعتي بيها الست حنان. بس قوليلي يعني من وجهة نظرك، وحسب برضو معاملتك وتعاملك معاها الفترة اللي انت صورت فيها التقرير، تفتكري ايه الدافع وراء ان هي تشتغل الشغلانة دي بالتحديد؟ اكيد انا لمست طبعا حاجات كتيرة جدا من ان انا وقفت في التقرير ده بالذات، خصوصا انها يعني في سعي يعني ورا ان انا اشوف ايه الدافع انها تنزل وتشتغل في مهنه صعبه زي مهنه البناء. فكان الدافع وراها انها تكفي اولادها وتشتغل في مهنه ما تحتاجش انها مثلا تقول لحد انا عايزه او ان انا محتاجه. فاللي انا لمسته انها بتجتهد بكل قوتها علشان تدخل لبيتها واسرتها الكسب والرزق الحلال. فده واهم اكيد حاجه كان ان هي في الدافع النهايه ورا انها شايفه تنزل ان تشتغل دي في مهنه شاقه زي مهنه المهنه. شريفه مهما كان يعني المجهود اللي هي بتبذله. طيب ايه يعني اشمعنى القصه دي بالذات ان انت حبيتي تبرزيها وتقولي للناس والله ده نموذج محترم اهو، شوفوه شوفوه، اشمعنى السيده او القصه دي بالذات ان انت حبيتي تبرزيها؟ والله كان في شوية أهداف من إن أنا أنزل وأصور التقرير ده. أول حاجة إني لمست إنها مهنة شاقة جدا، فإن يخلي سيدة بتشتغل في مهنة لا يعمل بها إلا الرجال؟ أكيد طبعا ده مش حبا في المهنة أو إنها يعني حابة المهنة يعني أو إنها بتتعب نفسها. فأكيد هي كانت عايزة توفر شغل، يعني أكيد لو توفر لها مثلا شغل يناسبها أو يناسب اه احتياجاتها هتشتغل ومش هتضطر ان كسيدة هي أكيد كانت هتنزل. ومش هتضطر ان هي تعمل بالمهنة الشاقة دي. بالظبط شكرا كده. ليكي يا آية على التقرير الجميل، وشكرا لمداخلتك معانا. أعزائي المشاهدين، بكده تكون انتهت بروباجندا الأسبوع ده، ودلوقتي معاكم مع الفقرة الرياضية ومع زميلي محمد عبد السلام.